اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه التلفزيون المصري والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وكل المصريين واخواننا العرب وكل انحاء العالم بخير من خلال شاشه التلفزيون المصري. احنا عارفين النهارده طبعا يوم العظيم وقفه عرفات، بنجهز نفسنا في كل بيت وكل اسره لاستقبال الاضحيه. اللي عنده بيجهز نفسه هيدبح، واللي بيجهز نفسه للاسره عشان طيب المعايده ونعايد بعضينا. ولكن دور الشيف المغازي النهارده حبيت اخرج من جو اللحمه بصراحه ونقف وقفه كده مع حلويات، واللي بنى مصر في الاصل حلواني. طب ايه الحلويات اللي ممكن تعملها في البيت؟ يعني هو سهل جدا انك تعملي تليفون لجوزك وانت جاي، هات لي تورتايه من المحل الفلاني، هات لي دسه جاتوه، الموضوع سهل. انا مش حابب كده، حابب انك انت النهارده تعملي مثلا كيكه الرواني بالبرتقال، لطيفه وجميله، تسقيها شربات وتطلعي فيها حبك لاسرتك كده، وتستقبلي بيها حماتك وضيوفك تاني يوم وقرايب جوزك وقرايبك وزي الفل. نعمل كعب الغزال محشيه تمر اللي هو العجوه بتاعتنا بتاعت سينا بتاعت الواحات اللطيفه الحلوه دي في كل بيت، هتجيبيها سهله وبسيطه بدقيق وكميات قليله، والحاجات اللي انا هشتغل بيها في متناول الجميع، مش اختراع ولا حاجه، هي بس عايزه شويه حب للمطبخ كده وتعمليها. معانا قرص هنحشيها برده النهارده، سكر مع سمسم لطيفه وجميله طريه، تعمليها بالسمنه البلدي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. الاطفال الحلوين اللي بيعيدوا معانا عشان نجمعهم مع بعض وما يخرجوش في الشارع، يبقوا في البيت نعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها. هنعمل الكب كيك بالشوكولاته، كب كيك بالبندق، زي ما احنا حابين. ولكن حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده وفيها معلومه غير معلومه، وبمناسبه عيد الاضحى كل عام وحضراتكم بخير، خلونا مع اللي بنى مصر في الاصل حلوان النهارده، حلويات بيتي. بيتي يعني من شغل ايدك انت، اوعى تروحوا بعيد بعد وقت قليل جدا، احنا مع بعض ان شاء الله. شكرا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. مخرجنا الاستاذ شفيق بيقول لي شايف الكاونتر ما فيهوش لا خضره ولا طماطم ولا لا. النهارده انا حابب الماتيريال يكون في متناول الجميع. يعني ايه؟ هنبص كده بصه شفيق بعد اذنك. معانا شويه دقيق، شويه سميد ناعمين، شويه سمسم، حبه البركه، كمان قرفه ناعمه، جوز الهند. دي بالمقادير بتاعتنا، مش شايف حاجه غير كده. عجوه بتاعتنا بتاعت سينا بتاعت الواحات دي في متناول الجميع. كاكاو، اعتقد ان كل حاجه دي موجوده في البيت، بس عشان ما نقولش الشيف المغازي بيجيب حاجات مش موجوده، لا انت هتقومي من بعد ما نخلص الحلقه تعملي اللي انا هعمله. هنبدا بعمل كيكه الرواني. هنشوف نعملها ازاي، ودي مدرسه مختلفه، كل بلد بتعملها بطعم، البعض بيعملها بالحبهان، البعض بيعملها بجوز الهند، البعض بيعملها بعصير برتقال، ببرتقال مبشور، باليوستفندي زي ما احنا عايزين. مقاديرها على الشاشه، عباره عن 3 كوباية من الدقيق، معاها كوباية سميد ناعمة، دي بيشارك معاها السميد الناعم بتاع البسبوسة، ومعانا من الزيت نص كوب، ومن الحليب نص كوب، حلو قوي يا عم الشيف، وثلاث بيضات، وشوية بيكنج باودر، وشوية فانيليا، وخلص الكلام، تعالوا نعملها مع بعض كده بسرعة سريعا. أول حاجة هناخد مع بعض هنا كده كوباية دقيق، العيار بتاعنا خلونا كده اهوت زي الفل، ومعانا السميد نفس العيار. حلو، مع بعض كده. طبعا في واحده معموله معانا جاهزه، احنا بنعمل مع واحده كده تانية اهوت عشان نشوف مقاديرها مع بعض ازاي. معانا ناخد الزيت كده تقريبا كوبايه، ومعانا البيض 3 بيضات هنخفقهم لوحديهم عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوه خطوه. بيض 3 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان شاء الله باذن الله احنا مع بعض بكره هوا هندبح مع بعض بكره ونشوف حلويات الخروف وحلويات الدبيحه هنعملها مع بعض ازاي. نشوف الكبده، نشوف الكلاوي. البيض كده بتخفي الاول، اول حاجه طبيعي زفره البيض بيحشها الفانيليا، نحط شويه فانيليا عليها كده على طول. حلويات بيض فانيليا، السكر معانا يتخفق كويس مع البيض. حاجات سهله خالص في متناول الجميع. عروسه جديده داخله المطبخ بتتدلعي، عايزه تعملي حاجه حلوه لجوزك، سيبك انك انت تكلمي جوزك وتقولي له هات دسه جاتوه، هات تورتايه من المحل الفلاني، ولها بالشيء الفلاني، لا ده انت بالثمن ده هتملي البيت حلويات. احنا لو حسبناها كده تكلفه فعليه ده كله كلام فاضي، كل شويه دقيق وشويه بقسماط، شويه سميد ناعمين. ده البيض كده اهوت زي الفل، الزيت اتحط على البيض.
تقريبا كده بالبركه يعني نقول نص كوبايه تلت كوبايه، ارفع ايدك انت مصري. خلص الكلام، ونقلبهم مع بعض. دي المواد السائله اهي بتاعه الروان، عباره عن بيض سكر زيت وفانيليا. بيض سكر زيت وفانيليا اهو. القوام معايا اهو، مخرجنا الجميل اهو اهو. ارفع ايدك اهو 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 اهو. سهله خالص دي، مش هتاخد 10 دقايق في عمايلها اهو. الشيف بيجود توقف في المطبخ مع نفسك. هنخلي دول كده على جنب، نجيب المواد الناشفه اللي هي الدقيق والسميت الناعم، نقلبه كده مع بعضيهم اهوت، دقيق وسميت، ونحط عليهم شويه بيكنج باودر. بيكنج باودر يا عم الشيف اهو، تمام. قد ايه بالشويه دول؟ تقريبا نص معلقه، وقلبناهم مع بعض. رشه ملح صغيره، الحاجات دي مهمه جدا معانا، الملح اهو. الحاجات اللي انا بعملها ديت مهمه جدا في انك تخلي لك الايه الحلو بتاعك طالع مظبوط اه. قلبناهم مع بعض، ننزل بالسوائل بتاعتنا. عندنا كاسروله او بايركس او قالب، ده طبعا بنتهنه سمنه او زبده ونغلفه بالدقيق. كيكه الروان اهي زي الفل. طبعا هديها شويه حليب صغيرين. معانا الحليب زي الفل، تقريبا ربع كوب نص كوب، دايما كميه الحليب بتتفاوت شويه كده، واذا احتاجت تزود تاني لان لها قوام غير الكيكه. كيكه الروان القوام بتاعها غير الكيكه اه اه. في ايدي اهو انا شغال اه، مش لازم خلاط، اروح اشتري خلاط بالشيء الفلاني. انا بوفر عليك حاجات كتير قوي على فكره اه، وبساعدك انك تقف في المطبخ تعملي اللي نفسك فيه، ده دوري اه. اه عيني حاضر اه اه اه، ده القوام بتاعها اه اه زي الفل يا عم الشيف اه. بس كده تمام اه. هنخلي الخليط ده زي ما هو كده، وعندنا القالب بتاعنا. اسرع من عمايل كوبايه الشاي بايركس اهوت، احنا عاملين واحده من قبل اه. هنزل بالخليط ده كده في قلب البايركس اه. عايزه تعمليها بجوز الهند هتحط لها جوز الهند، عايزه تعمليها بالبرتقال هنحط لها برتقال، زي ما انت عايزه. حطيت برتقال يا شيف هنحطه مع بعض دلوقتي اه، بس انا دي خليتها للاخر عشان الاختيار ليكي. انا عليا اقول لحضرتك على الفكره وانت تاخدي القرار اه. حلو قوي، معانا البرتقال ومعانا جوز الهند، هنعملها بالاثنين، نعملها بالاثنين مش هتقول لا. ادي برتقال مبشور، ده برتقال مبشور اه، نوزعه عليها كده. دي طبعا هتطلع من النار تشرب شربات، شربات العروسه ان شاء الله، اللي هو عباره عن كوبايتين من السكر كوبايه ميه، كوبايتين من السكر كوبايه ميه اه. هندخلها الفرن في درجه حراره كام يا عم شفيق؟ في درجه حراره 180 اه. نفتح الفرن بتاعنا، فين مكانها دي بقى؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. دي في مكانها بالظبط كده على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن زي ما هي كده اه. اه زي الفل، بص عليها اه. كيكه الرواني بطريقه سهله، بطريقه سهله وبسيطه. اعتقد ان لو انا بعملها وانا في المطبخ مع نفسي كده هتاخد 3 دقايق. شفنا مقاديرها على الشاشه، بسيطه وسهله. طبعا بتطلع من النار بنسيبها على طول بنشربها شربات. دي معانا واحده جاهزه اهي، دي هتشوف دي ونشوف ديت. بتشرب الشربات عباره عن كوبايتين من السكر كوبايه ميه، بياخدوا عصره ليمونه وشويه فانيليا، وحسب الرغبه برده ممكن تحط لها حبهان اللي هو الهيل الناعم. تبقى كده من المطبخ العربي زي الفل. خلينا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل لنا كعب الغزال يا متحن بدم الغزال، هنحشيه عجوه، نحشيه سمسم، نحشيه حبه البركه زي ما احنا عايزين، بعجينه سهله وبسيطه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. مقاديره على الشاشه، كب كيك بالبندق. مقادير معانا دقيق، ومعانا بيض من بيض 3 حبات، بيكنج باودر،
زيت نص كوب او ربع كوب حسب الكميه، يعني كميه قليله. الحليب 1 كوب. وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي، والمقادير على الشاشه تقدر تصورها بالسريع كده. ومعانا طبعا جاهز، هنشوف نعمله مع بعض ازاي سريعا. حلو قوي. 3 بيضات اهوت زي الفل. البيض يطلع من الثلاجه قبل التشغيل ب5 دقايق لو انت شايلاه في الثلاجه، ده مهم جدا على فكره. 3 بيضات زي الفل. نجيب مضرب تاني، بنحط على البيض ده شويه زيت، ممكن سمنه، ممكن زبده، بس كفايه كده ربع كوبايه. معانا من السكر شويه كده، مثلا نص كوب من السكر اهو، سكر باودر، سكر خشن مش هيقول لا، اللي موجود عندك. شويه فانيليا، احنا متفقين ان الفانيليا للبيض عشان الزفاره. نقلب دول لوحدهم كده السهل الممتنع سهل جدا بيض زيت سكر فانيليا تاني حلو. شوف القوام مع بعض اول ما يمسك القوام في المضرب شيل ايدك اول ما يمسك القوام في المضرب شيل ايدك. اقعد اضرب لغايه ايه انت يا شيف؟ ايدي هتوجعني يا شيف؟ لا خالص اول ما ارفع ايديا كده الاقي القوام كده انسيابي، يبقى تمام زي الفل. نرفع ايدينا كده تمام، نبدا نتعامل مع الدقيق. الدقيق قد ايه يا شيف؟ عندنا اهمت ادي كوبايه تقريبا، ادي 2 3 حلوه، دول كفايه زي الفل. دايما كميه الحليب بخليها في الاخر، واحده واحده واحنا مع بعض. كميه الحليب بخليها في الاخر، هنخفق دول كده مع بعض ده الكب كيك بالكاكاو او بالشوكولاته فين كميه الحليب معانا؟ زي الفل. مقادير الحليب قد ايه يا شيف؟ بتتفاوت او ما بين نص كوبايه وكوبايه الا ربع. الكاكاو معانا كله ينزل كده ونقلبهم مع بعض. هنجيب بقى ورقه وقلم والمقادير ايه يا شيف، والكيكه هبطت معايا والكيكه ما هبطتش، واحده واحده مع بعض زي الفل الله على القوام ده زي الفل وعجينة ناعمة زي الفل، فيها زيت تقدر تعملها بالسمنة، تعملها بالزبدة زي ما انت عايزة. شوية حليب كمان بس خلاص. وعندنا قوالب الكب كيك جاهزة، هنفرغها هنا دلوقتي. ممكن تعملي قالب، ممكن تعملها قوالب كبيرة زي ما انت عايزة حد بيقول لي دلوقتي شيف مغازي احنا عايزين المقادير بالظبط، لاننا احنا معانا ناس مبتدئه مطبخ، وانت راجل متمارس وبتحط المقادير وبعينيك وباللمس والكلام ده كله. مقادير الكب كيك عشان الاطفال الحلوين اللي انا بحبهم كالاتي: 2 كوباية من الدقيق او 2.25 كوباية، ولما بقول 2 كوباية او 2.25 كوباية حسب حجم كميه البيض، 3 بيضات كبار او 4 بيضات صغيرين. حلو الكلام. السكر نص كوبايه. طب لو حطيت كوبايه، لو حطيت كوبايه يا شيف ما ينفعش؟ ينفع، مش هيقول لا. القوام اول القوام ما يمسك معايا كده طلعت اهي زي الفل ده القوام بتاع الكب كيك. نبدا نوزعه كده في القوالب زي الفل. معلقه، اللهم صل على النبي. والمعلقه دي بجيب شويه ميه صغيرين كده او شربات، بلاش ميه. اقول لك ليه انا شويه الشربات دول مهمين حاجات صغيره بس بتفرق في تكنيك المطبخ حلو. نبدا نوزع كده يلا يلا حلو. شفت انا حطيت بالمعلقه، فصلت بالمعلقه، المعلقه سليمه معايا يعني انا حطيتها في شربات حلو قوي. كمان انا عايزك لما تخش المطبخ، مش بقول لك خليك زي الشيف المغازي، خليك احسن مني، ما عنديش اي مشكله، بس دايما ما تخليش حاجه صعبه بالنسبه لك. اول حاجه مطبخك يكون رايق، ما يكونش فيه زحمه، واحنا عارفين زحمه بالمعنى الزحمه ايه، مش زحمه مواصلات، لا، زحمه اطباق، زحمه كراكيب، كركبه، كل الحاجات دي كلها خدت بالك، مخلفات، الجو اللي احنا عارفينه. مطبخك رايق، هتخش المطبخ تعملي اي حاجه، تسحبي الدرج، تطلعي الدقيق، تطلعي البيض، تطلعي الزيت،
تعمل لي اي حاجه حلوه. انما جو بقى هات تورته وهات جاتوه. اي نعم ده في المناسبات ما عندناش وقت يا شيف، بس في مناسبه عيد الاضحى ده زي الفل، عايزين نعمل حاجه بيتي حلوه زي الشيف اللي بيعملها دي كده اهو. عندنا بندق متكسر هنحطه دلوقتي على الوش، هيبقى لطيف وزي الفل. دي مش هياخد وقت في السوا كتير، دي بالظبط عايزة لها 7 دقايق او 10 دقايق. مقادير على الشاشة اهو، مقادير بسيطة في متناول الجميع اهو. المقادير على الشاشة صورها بسرعة كلهم قد بعض تمام. والمعلقة لازم احطها في الشربات وانا شغال كده. حلو قوي. معانا مكسرات. ايه مكسراتك يا شيف؟ بندق، لوز، يا مزاجك اللوز زي ما انت عايزة. معانا بندق مكسر ومعانا فستق، احط الاثنين والله مش هيقول لا. زي الفل. شفت الجو ده كده؟ درجة حرارة الفرن 180، في مكان في الفرن للصينية دي هنشوفها دلوقتي مع بعض. معانا فستق، نحط فستق. نفتح مع بعض الفرن ونشوف دي مكانها فين. زي الفل. مكانها فين في الفرن يا عم الشيف؟ حاجات الاطفال هيحبوها. نبص على كيكه الروان. بص لنا على كيكه الروان الله يوفقك. ايه الجمال والحلاوه دي؟ كب كيك بالمكسرات، بالبندق، بالفستق، باللوز، زي ما انت حابه. على الفرن، درجه حراره الفرن عندي 180، هنحطها كده في الفرن ونقفل الفرن بتاعنا. زي الفل. باي باي لمدة 10 دقايق 8 دقايق بالكتير. هعمل دلوقتي كمان كعب الغزال، عجينة كعب الغزال سهلة خالص، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقتي الخاصة والسهلة البسيطة. وده الحلو ده مشهور جدا في الريف المصري والصعيد المصري، عجينة بيتعمل منها قرص، بيتعمل منها كعب الغزال، تشكلي منها اللي انت عايزاه. مقاديره على الشاشة بسيطة وسهلة. 3 كوبايات من الدقيق، بياخدوا نص كوب من السكر، عينية نص كوب من السكر، بياخدوا خميرة تقريبا ربع معلقه من الخميره عشان تبقى العجينه هشه معايا، والخميره دي اختياري حسب انك انت هتشتغلي في العجينه امتى. لو انا هشتغل فيها دلوقتي بحط خميره، لو انا هسيب العجينه تريح زي العجينه اللي معايا دي كده تاخد وقتها مش لازم احط خميره، عشان نبقى بنعرف ايه سبب الخميره هنا. حلو الكلام؟ دي عجينه جاهزه معايا زي الفل. بنعجن العجينه يا عم الشيف بشويه زيت صغيرين وبنخدم عليها كويس. دي العجينه بتاعتنا اهي زي الفل. نبص عليها اهي. مقاديرها على الشاشه يا شباب بعد اذنكم. حلو قوي. نتعامل مع العجينه. نعمين. هنتعامل مع العجينه كده اهو. بص عليها اهي زي الفل. مسام العجينه بص لي كده، الله تتاكل نيه. مسام العجينه مورقه اهي زي الفل. هاخد العجينه دي كده وافرتها بقى، ومعانا التمر بتاعنا والعجوه اهو. بص العجينه كده زي الفل. معانا العجوه بنجيبها طبعا بنسيحها بشويه سمنه، وبعد كده يا عم الشيف بنصبعها كده او بنخليها بالطول ده كده اهو زي الفل، عشان نحشيها جوه العجينه ونعملها رولز كده صغير، ندوره في السمسم، ندوره في حبه البركه زي ما احنا عايزين. عندنا النشابه بتاعتنا عجينه ملبن زي الفل. على فكره ممكن تعملي حاجه حلوه قوي، تدخلي مع العجينه ديت اي فليفر انت حباه. ممكن تدخلي حبهان اللي هو الهيل، على فكره ممكن تدخلي معاها قرنفل، قرفه، زي ما انت حابه. حلو قوي كده قوي الشكل ده. حلو قوي. امسك العجينه دي نخليها بشكل مستطيل بالشكل ده كده. كده بقت عادي، عجينه مستطيله عادي زي الفل. بخليها قدامي كده اهو، عيني زي الفل. معانا التمر اهوت كده، ودي واحده هنا كده، وهنا دي واحده كده، ونلف شويه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاها بالسمسم ولا حبه البركه زي ما انت عايز. دي كفايه، دي كفايه. نقطع العجينه دي كده هنا
زي الفل. ادي واحد بيخلي معانا تاني. معاك وقت؟ انا شغال. عايز تطلع فاصل؟ انا معاك. طيب نطلع فاصل صغير وانا شغال في كعب الغزال يا متحنب دم الغزال، حلويات العيد الاضحى علشان نعيد بيها على بعضينا واطفالنا الحلوين وحبايبنا لما يجوا يعيدوا علينا. مش لازم الكبده ولازم القلوب بتاعه الخروف، الى حلويات كده على ما نجهز الفته. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل واستعراض جميل لاخراج ابداع. انت بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ العجينه اللي معايا انا عملت بيها اكزامبل، مثال عملنا كعب الغزال ومعانا جاهز زي الفل بالسمسم. طب يا شيف مغازي، والله الولاد مش بيحبوا التمر، الحاجات الجميله الحلوه، فمعايا عجينه لطيفه حلوه. العجينه دي حابب ان انا اعملها حاجه اسمها برازق. حاجه اسمها برازق مشهوره جدا في المطبخ السوري. دي العجينه دي بتتعمل وبتجيب نعملها كلها زي حبات الغريبه كده، وتنزل على سمسم او على فوزو، بتبقى لطيفه، بيبقى افطار الصبح حلو قوي مع كوبايه قهوه وكوبايه شاي. اسمها برازق بالسمسم او برازق بالفوزو. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، بس خلونا ندخل كعب الغزال في الفرن. هنبدا ان احنا نقطعه كده لا برازق، خلينا مع البرازق القرص، عايز لها وقت شويه. برازق نفس مقادير القرص، ولكن بدل ما نحشيها جوه سكر هنعملها بالايه؟ بالفستق. كده معانا كعب الغزال زي الفل. كل القصه ان انا معايا شويه صفار بيض حلو على الوش كده، بتخش الفرن وتتحمر. نطلع الكب كيك بتاعنا دلوقتي، يا رب ما يكونش اتحرق. زي الفل يا عم الشيف. تعالى افتح يا سمسم، صلي على الحبيب قلبك يطيب، المال الحلال ربك مبارك فيه، مفيش حاجه بتتحرق معانا. معانا الكب كيك جاهز، اللهم صل على النبي. جيبهولي، الله يبارك لك يا شفيق. اشيل ده واخلي ده مكان. زي الفل يا عم الشيف. حلواني صاجات داخله وصاجات طالعه. دخلنا الكعب الغزال بتستوي في الفرن، معانا الكب كيك هنا هنخليه على جنب على ما يبرد شويه نغرفه. تعالى اعمل لنا عجينه البرازي يا عم الشيف. هنجيب طبقين صغيرين كده، طبق فيه سمسم وطبق فيه فستق حلبي. الله اكبر، بسم الله. ادي الفستق وادي السمسم معانا، وتعالوا نشوف الحلو ده هنشتغله ازاي مع بعض واحنا شغالين كده. نفس العجينه، وسع نفسنا كده، اللهم صل على النبي. النهارده مفيش نار، مفيش نفخ النهارده. لا محمر ولا مشمر، في حلويات. تعال نعمل مع بعض البرازي. البرازي دي بنلاقيها في بعض المحلات السوريه، سعرها غالي، الكيلو بيعمل 150 جنيه. هي عجينه مخدومه يعني، واخده سمنه واخده يقول لك سمن نباتي وسمن حيواني، الجو اللي احنا عارفينه ده كده، ولكن اعملي الحلو انت في البيت عشان تضمني الجوده وتضمني السلامه. ادي الخلطه اهو، ده سمسم وده فستق، الاثنين مع بعض، وادي العجينه معانا اهيت بالشكل ده كده. نقطعها صغير كده، زي ما انا شغال كده، قد حبايه قد صفار البيضه، نقول اهو حبايه الايه، كانك بتعمله غريبه. قرص. حلو، نفس القصه. بايدك كده. حلويات حلوه ولادك هتعجبهم زي الفوق. نعمين
تمام. طب تعالوا مع بعض سريعا كده هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هوبا تمام. هنمسك كده العجينه بتاعتي نحطها كده في السمسم دي البرازي وفي الناحيه الثانيه سمسم بص عليها كده شايفين بعد اذنك حبيبي سمسم فوق بره سمسم في الناحيتين زي الفل العجينه دي ما بتاخدش وقت كتير في السوى حلويات سهله بجد والله مش تاخد منك وقت وفي نفس الوقت كمان ولادك هيحبوها كوبايه شاي كوبايه قهوه الصباحه حلوه الصبح كده انت ولادك زي الفل الصاج عندنا اهوت نبدا نرص كده فيه ونوسع هنا كده فستق نخليها فستق اهي زي ما هي كده ونحطها هنا واحده فستق وواحده سمسم بالشكل ده كده واحده سمسم حاجات سريعه في متناول الجميع تاني العجينه دي مقاديرها ايه يا عم الشيف مقاديرها 3 كوبايات من الدقيق بياخدوا ربع كوب من الزيت او ياخدوا زبده او سمنه اختياري زيت ولا حدد دايما اقول الماده الدهنيه اختياري حلو الكلام وبياخدوا ربع معلقه خميره مع ميه دافيه ومعلقه سكر عشان الخميره تشتغل وبنعجن العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده فوزدو نخليها فوزدو دي برازق دي حاجه تانية حلو تمام زي الفل كده دي برازق بالسمسم البعض بيعملها بالسمسم والبعض بيعملها بالفوزدو طبعا سعر الفوزدو غير سعر السمسم لما نروح نشتريها بنلاقي الفوزدو غاليه شويه وفطار الصبح كوبايه شاي على اللحمه ما تستوي على الكبده ما تتحمر على الكوارع ما تستوي زي الفل فوزدو فوزدو ايه الحلويات اللي معانا دي يا عم الشيف كيكه الروان طبعا جاهزه بارده هنقطعها دلوقتي مربعات ونزينها بجوز الهند ممكن نحمر جوز الهند كده زي ما احنا عايزين وعندنا الكب كيك الجميل الصغير بتاع الاطفال الحلوين عشان يعيدوا معانا عملناه بالمكسرات زي الفل اخر اتنين معلش عشان ندخلهم الفرن والسمسم على فكره غني باوميجا 3 فخلوا اولادنا اللي في طلبه الثانويه العامه يكسروا من اكله السمسم المكسرات عموما يعني بس السمسم اكثرهم هو واللوز الاثنين يعني شفتوا العجينه ديت على فين دي يا شفيق فوزدو وسمسم برازق عملناها في 5 دقايق في 3 دقايق عجينه باقيه عندي بتاعت كعب الغزال هو دي حلاوه المطبخ انك تقف في المطبخ تحس كده انك انت بيانو بتعملي مزيكا بتعملي كل حاجه انت نفسك فيها درجه حراره الفرن عندي 180 كعب الغزال بص عليها كده يا شفيق الله يوفقك هجيب لك من لحمه العيد كعب الغزال في الفرن بيتحمر تمام نقفل يلا يلا هو ده كعب الغزال وبرازي بالسمسم والفوزدو حلويات رمضانيه بيتي تعالوا مع بعض نروق الكاونتر بتاعنا كده ونشوف هنعمل ايه تاني هنرغرف الحلويات بتاعتنا حلو قوي خلي ده كده ونجيب طبعا الروان اللي احنا عاملينه نبص عليه دي واحده اهيت وادي التانية اوبا نعمل واحدة بجوز الهند بقى زي ما احنا عايزين نقطع دي كده بسم الله الرحمن الرحيم الله سكينة ماشية في قلبها زي الحلاوة دي لازم تبرد عشان نغرفها بس انا حابب اقطعها مع حضراتكم كده علشان بجد دي يوم العيد الصبح هتدعي لي لو عملتيها على الاقل يعني اللي جعان واللي عايز يفطر هيهدى شويه كده على ما نجهز الغدا خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا على فكره تكسري بقى الجوع يعني زي ما بيقولوا حلوه دي نحط عليها جوز الهند فستق كده حلوه رواني بالفستق طب عايزينها بجوز الهند حالا دلوقتي ويوم الوقفه ده محتاج ان احنا طبعا نقرب لربنا ربنا يكرمنا يا رب ويكبر بخاطرنا ويحقق امانينا يا رب في الايام المفترجه ده مطلوب خلي بالكم وندعي لاخواننا وندعي لحبايبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا يا رب حلو
ده مطلوب معانا. طبعا ده نخليه كده على جنب. معانا جوز الهند دي خليها هنا كده اهي. اللهم صل على النبي. معانا ديت نخليها بالايه يا شيف؟ هنعملها دي بالايه؟ بالجوز الهند. اللهم صل على النبي. دي طبعا بارده شويه. نعم هطلع لك واحده. حاضر. معايا مخرج يعني ايه شفيق طبعا بينافس في الابداع. هو يعني درجه الاخراج دي خلاص هو عداها. ففي ابداع بقى عنده فهو عايز يشوف واحده. حاضر حاضر. لسه بقول والله لسه بقول لسه بقول. حاضر ثبتها لك دلوقتي على ايدي. بس تعالوا نطلع نحط عليها شويه جوز الهند. ده جوز الهند بتاعنا. زينها كده تبقى لطيفه وحلوه. دايما لما بتعملي كيكه زي كده او بتعملي رواني اول واحده ما بتطلعش معاكي مظبوطه لغايه لما بتسلكي اللي بعدها والثانيه والثالثه. ده الطبيعي. حلو الكلام برده عشان بس لما تبرد جامد زي البسبوسه كده وتاخد تبريد عالي تقطعي فيها زي ما انت عايزه. حلو خلي دي كده على جنب. نجيب الكب كيك بتاعنا بتاع الاطفال الحلوين. طبق تقديم. حاضر افتح يا سمسم. كعب الغزال جاهز اهو. طلعه حالا. فين 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 مكانه؟ الحلويات كتير النهارده. ده مكانه كده. اللهم صل على النبي. ده كعب الغزال. البرازق في الفرن بتتحمر. حلو قوي. الكب كيك بتاعنا بالفستق باللوز. يا باشا ما فين فين ده؟ لا يا باشا ده جاهز يا باشا جاهز يا سيد الناس. ده هو ده اللون اللي انا عايزه حبيبي 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 حبيبي. السكر بتاعك يا عم الشيف. سكر بودر. فله زي ما احنا عايزين. ممكن الشوكولاته على فكره نخليها على سكر كده برضو. واحده شوكولاته وواحده سكر بالشكل ده كده. طب نجيب كعب الغزال نغرفه كمان. مخرجنا الجميل بيقول لي لونها محمر شويه. ده اللون الحلو. كعب الغزال يا محن بدم الغزال. جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عجينه ملبن في ايدي جواها تمر سيناوي تمر الواحات. حاجه حلوه اهي جايه معانا كده. حلوه يا زيزو حبيبي تحب الصوره الحلوه انت. عجينه في ايدي ملبن وسخنه. انا احب كعب الغزال ده سخن على فكره. يعني احبها وهي طالعه من الفرن كده سخنه والعجوه بتاعتنا سخنه فيها جواها لسه سايحه والعجينه سخنه. الف انا وشيفة للي ياكل. ويوم وخلص حلويات. شيل دي من هنا. اوبا يا حلاوتك. اوبا ممكن نحط عليها سكر زي ما انتوا حابين مفيش مشكله. شويه سكر بودر برضو عادي. الاولاد يحبوا الحاجات دي. يوم قضيتيه في البيت عملت شويه حلويات سهله وبسيطه مختلفه غير اللي موجوده في السوق. البرازي اخبارها ايه يا عم الشيف؟ بتستوى اهي زي الفل. استوت كمان. طلعها يعني 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 برازق بالفستق برازق بالسمسم فل اهي. وعملنا كل اللي لبسنا فيه. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ بالفستق. حاضر يا باشا كل حاجه معاك. انا هغرف كل حاجه دلوقتي واطلع لك من الاستوديو خالص واسيبك تبدع بالصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. برازق سمسم برازق فستق بتطلع معاك من العجينه بتاعت كعب الغزال. عايزه تعملي لها عجينه عباره عن كوبايتين من الدقيق ربع كوب من السمنه سمن حيواني سمن نباتي زي ما انت عايزه. بتاخد معلقتين سكر ذره من الخميره او البيكنج باودر عشان تبقى العجينه هشه. حلو الكلام. وذره فانيليا وبيضه. عجننا العجينه بنسيبها لمده نص ساعه
بعد نص ساعه بنبدا نشكلها زي ما احنا عايزين، زي حبه الغريبه كده او قد الصفار البيضه، ونحطها في قلب الخلطه، يا اما فستق يا اما سمسم يا اما مكسرات زي ما احنا عايزين. حلقه النهارده حقيقي والليال اللي بنى مصر في الاصل حلواني، حلويات بيتي، بمناسبه عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا جميعا بالخير والبركات والسعاده والهنا والحب والتواصل وصله الرحم. عملنا كيكة الرواني بشكل مختلف، عملناها طبعا بجوز الهند وعملناها بالفستق، وعملنا كعب الغزال بالعجوة والتمر بتاع خير بلدنا، عملنا كب كيك للأولاد باللوز عشان طلبة الثانوية العامة، مهم جدا المكسرات بتعلي أوميجا 3 وبتقوي الذاكرة عندهم، طلع معانا عجينة برازي بالبركة كده، ربنا مدينا البركة وزي الفل. إيه المقصود من الحلقة بتاعت النهاردة أو الغرض منها؟ حبيت النهاردة أفصل ما بين المطبخ، يعني النهاردة مثلا معزومين على الفطار هنفطر حاجات خفيفة ولطيفة عشان بكرة عندنا مجهود، عندنا مشوار، عندنا حرب مع اللحمة، في كوارع، في فتة، في لحمة راس، في كبد، في كبدة اسكندراني، في الحاجات اللطيفة والمفاجأة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بنشكر طبعا إدارتنا الجميلة، إدارة التلفزيون المصري وإدارة القناة الأولى، إن إحنا مع بعض إن شاء الله بكرة هوا. هنعمل إيه في الهوا بكرة؟ هندبح، واللي ندبحه نجيبه هنا. عندنا بقى كبد وعندنا كلاوي وعندنا حاجات الخروف، حلويات الخروف كلها هنعملها مع بعض ان شاء الله بطعم تاني برضه مش غير المعتاد، واحنا مع بعض هنفطر مع بعض الصبح ان شاء الله. ده حبيت انور حضراتكم واقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكرمنا يا رب جميعا ووفقنا لما فيه الخير والسلام. رؤية فن ابداع، واللي بنى مصر في الاصل حلواني، منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.